مرحبا. ألكسندرا هو اسم المنخفض الجوي اللي أثر على لبنان وخلى طقسنا ممطر وبارد. تأثير ألكسندرا مكفى معنا اليوم ونهارنا غائم وممطر مع وصف رعدية وتلج بينزل على ارتفاع ابتداء من 1000 متر وأقل بالمناطق الداخلية. اتجاه الرياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل عم بتسجل أقصاها 15 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين درجة 1 و10 درجات، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 7 و10 درجات. رطوبة عالية على الساحل، الهواء متوسط سرعة بيقوى ببعض الأوقات، البحر مائج والجو مثل ما ذكرنا غائم وممطر مع تلج على ارتفاع 1000 متر وما فوق وأقل بالداخل. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق والضياع اللبنانية لنشوف كيف طقسها، ومنبلش جولتنا من منطقة عند إتما 10 درجات، 13 بطرابلس، كور 8 درجة بالأرز، حردين وفريا أكيد عم تتلج بهول المناطق، زغرين 8، 11 بوادي 6، 10 بمشموش القري وصور 13 درجة، بننتقل لعنا 6 درجات، نوصل على قاع الريم 7 والختيم بيكون بنحلة وبالقاع مع 8 درجات. لمحة سريعة عن طقس اليوم وثلاث ايام اللي جايين. اليوم الخميس مثل ما قلنا رح تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر والحرارة بتسجل اقصاها 15 درجة. بيتابع الطقس على هذا الحال لنهار الجمعة، وعم نشوف انه بنبلش نلحظ انفراجات بالويك اند، عم نشوف سبت واحد الجو غائم جزئيا والحرارة بترتفع ل 19 درجة. انتبهوا على الطرقات وين ما كنتوا رايحين بسبب الامطار والرؤية السيئة، وتفاصيل اكثر عن طقس بقية الاسبوع بنشاطنا الجاي.